ملخص حلقة اليوم من مسلسل حب خادع. قبل ما نبدأ بهذا المقطع أتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعموا هذا المقطع باللايك لحتى أستمر بنشر هيك فيديوهات. تبدأ الحلقة مع آروهي تقول لذيب: والدك أمامك بعد سنوات لن تعانقه. يعانقه ذيب يقول: الآن نحن نلتقي. أبي وابنه يتذكر عميق ضربه والده. وتقول أروهي: تعال دعني أريك غرفتك. وتتذكر أروهي كيف علمت عن والد ذيب عندما أخبرت رانبير. وذهبت أروهي إلى السجن والتقت والد ذيب وهناك أخبراه بكل ما فعله ذيب معها ومع عائلتها. ويقول والد ذيب أن ذيب يمكن أن يفعل أي شيء لأجل مهمته وأنه فقط من يمكنه منعه. وتقول له أروهي إنها معه الآن. ويقول أبو ذيب لأروهي: شكرا لثقتك بي وجلبي إلى هنا. أنا أعرف كيف أوقف ذيب. وترى أروهي شخصا يستمع إليهم. أروهي توقف كيا وتقول: كيا أنا أكرهك يا أروهي. وتأتي أروهي إلى ذيب وتدفع الماء على وجهه. يختارها ذيب ويدفع وجهها في الحوض. ويأتي والد ذيب ويدفعه. يقول: ألا تعرف كيف تتصرف مع زوجتك؟ ويذهب إلى غرفة ذيب ويضرب ذيب بحزام. ولكن يوقفه ذيب ويغادر. ويمشي ذيب في الممر وأروهي تنظر إليه بقميص ممزع. أروهي تقول لوالد ذيب: هل ضربته؟ لا يمكنك استخدام هذا. يقول: إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإيقافه. يجب أن يعاقب. بينما فاسندارا تحزم حقيبتها وترى ملفا وتتذكر نفسها وهي تحاول إنقاذ ذيب من والده. وذيب يستيقظ ويقول: أنك ظننت أنني سأموت. لقد ارتكبت خطأ فادحا بإحضار والدي. تقول أروهي: ماذا عنك تسيء استخدام عائلتي؟ يقول ذيب: أنني اعتقدت أنني سأترك عائلتك بمجرد إنجاز مهمتي. ولكن الآن ستدفعي الثمن. أو تنتهي الحلقة إلى هنا. فما الذي سيحصل في الحلقة القادمة؟I need a backpack.